اهلين يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل تمام. نورتونا من جديد. قبل ما نبدا بهذا المقطع يا اساطير، بطلب من الجميع انه يصلي على النبي ويستغفر ربه باقي بضع من الايام ويخلص رمضان. اوكي اساطير، مقطعنا اليوم هو مثل ما انتم شايفين من العنوان، هو على المتجر الغامض. طبعا انا ما اخذت كثير من البطاقات من المتجر الغامض، يعني اخذت بس فقط الاشياء اللي يلزموني، راح تشوفوا مع المقطع الان. وبالنسبه للمسابقه اللي عملتها في الفيديو اللي فات اصدقائي، بنقول مبروك للشاب اللي اسمه هذا. مبروك عليك حبيبي، اول ما تدخل اللعبه راح تشوف انه يسالك فاير باس. اوكي اصدقائي، وبنفس الوقت بالنسبه لهذا المقطع اللي راح ننزله الان، عامل عليه مسابقه. اكثر تعليق يجيه لايك ياخذ فاير باس. اوكي اصدقائي، نشحن له 650 جوهره او الفاير باس او تعمل اللي بدك اياه. اوكي اصدقائي، ان شاء الله يعجبكم المقطع، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. وبالنسبه للفيديو اللي فات، من هو اليكو وعرفت عن نفسي، اذا عجبكم بتحبوا تشوفوا الجزء الثاني، خلينا نوصل هذا لذاك المقطع تقريبا. يلا 30,000 لايك، 40,000 لايك، 50,000 لايك، خلينا نشوف تفاعل في هذاك المقطع اصدقائي. ونشوفكم مع المقطع، ما تطول عليكم اكثر من هيك. ونشوفكم. بسم الله، مثل ما انتم شايفين شباب، اليوم راح نعمل نحرق المتجر. ما راح نحرقه كله، راح نجيب بس فقط الاشياء اللي يلزموني انا، ماشي؟ اللي يلزموني، ما بدي استعملهم، ما راح اشتري على الفاضي. طبعا بالنسبه، خلينا نشوف المتجر شو فيه. يلا اوكي اصدقائي، طبعا اول مثل ما انتم شايفين لازم عشان اجيب السكين هذا، لازم طبعا هذا مثل ما انتم شايفين عندي خفض 52%. مثل ما انتم شايفين بنفس الوقت انه لازم اشتري اشياء بنسبة 800 جوهرة عشان اشتري هذا السكين، ماشي؟ يعني راح يكلفني تقريبا 1600 تقريبا لحرقه لجيب السكنين، يلزمني 4000 جوهرة وفوق. راح نشوف شو راح يصير معنا ونشوف مع بعض. اوكي يا اساطير، بالنسبة للبطاقات يا حبايبي، عندنا هون بطاقات الحاضنة، عندنا هون البادجات مع الفاير باس. انا هذا الشيء ما بيهمني ابدا. عندنا هذول، انا بيهمني البطاقات يا اساطير، البطاقات الدايمون رويال والبطاقات هذول وبطاقات اللي فوق مثل ما انتم شايفين بالسهم. طبعا بالنسبه للاسلحه يا اساطير، بالنسبه للاسلحه اصدقائي، ما بيلزموني، ما راح اشتريهم، يعني حتى الشخصيات هذول ما استعملهم، ولا حتى الثعلب هذا، ولا حتى الشنطه، ولا هذول كلياتهم يعني عندي اياهم. اوكي يلا نشوف، لنشوف شو يلزمني انا. اهم شيء يلزمني اصدقائي مثل ما انتم شايفين، يعني بالنسبه للبطاقه هاي الحمراء والزرقاء، خلينا نشوف كم بطاقه عندي كنت محصلهم يعني من زمان، يعني مخفيهم. اوكي عندي 200 بطاقه. اوكي عندي 200 بطاقه. بالنسبه للسلاح هذا عندي 100 بطاقه مثل ما انتم شايفين هون. بالنسبه للسلاح شباب، شفت جبته من اول ما نزل، جبته بتسع بطاقات، جبته بتسع بطاقات. فهمتوا علي كيف؟ جبته بتسع بطاقات. وبالنسبة للحاضنة أصدقائي، مثل ما شفتوا آخر فيديو اللي نزلته، راح أحاول أجيب بطاقات الحاضنة. طبعا ما راح أستعملهم، عندي الجواهر الصفراء اللي يلزموني ما يلزم أشتريهم، عندي هدول راح أستعملهم للحاضنة الجديدة. أوكي؟ يلا خلينا ندخل المتجر. أين هو المتجر الجميل؟ أين هو المتجر الجميل يا أساطير؟ طبعا خلينا نشتري شوي شوي، نشتري أول شيء. أنا راح أشتري هذول الشيء أكيد، عم بفكر أشتري راح أشتري شوية من البطاقات، أشتري شوية من هالبطاقات، بدي أشتري شوي شوي، يعني ما يلزمني كثير، يعني نحاول نشتري هذول. نجيب خلينا نجيب 10 بطاقات. 10 نجيب 15. يلا روح نجيب 15. خلونا نشتري. يقولوا اليو ام بي حلو صراحة، ما استعمل كثير يو ام بي، يعني استعمل دقيقتين ما راح. اشتري شوية بطاقات، اشتري 10 بطاقات هذا. اوكي وهيك بنقدر نجيب السكين يا اساطير. نجيب السكين، هيك جبنا السكين حبايبي. وشو نجيب؟ نشتريش كمان شوية بطاقات هاي الدايموند، نشتري 15 كمان، معلش 15 حبة. اوكي وراح نشوف شو يلزمني، خلينا نبدل نشوف الطرف الثاني شو موجود فيه. اوكي
قول لي أي شحاتة أي شحاتة كتير. نشتري كمان شوية a little a little not so much not so much a little just a little let's buy a little. ونشتري شوية. طبعا هون الشباب في تصريحة الفاير باس. اوكي انا عامل برحاب هذا الفيديو، بس بذكركم الفيديو اللي حاضر 21 21 لما حرقنا الحاضر الفيديو اللي فات انا عامل مسابقة عليه. اللي ما راح نزل اي دي وحط اسمه وكل شيء على الاي دي وحط تعليق بس نزل هذا الفيديو، راح اعمل سحب على الفيديو القادم، وراح اعمل بنفس الوقت سحب على هذا الفيديو على فاير باس. اوكي اللي ما حط اي دي شباب روح يحط الاي دي الان. يلا خلينا نكمل. اشتري يلا نشتري يلا خلينا نشتري 15 وهيك نقدر نجيب السكين على روق من البنت. ليتس جو. اوكي طبعا هون يعني باقي 800 جوهرة. شو نقدر نشتري؟ حابب اشوف شباب هي الشحاطة. هي نفس ال هي لونها اسود عجب. هي نفس اللي هي ولا كيف؟ ثواني خلينا نشوف. ثواني شوي. هي نفسها ولا لا؟ نفسها ولا هي نفسها ولا لا؟ هي نفسها؟ شايف نفسها هي زرقاء ولا سودة هي؟ نفسها. اوكي نفسها. اوكي نفسها يا اوكي فكرت عندي الوان لخبطت في الالوان. اوكي حلو شباب مثل ما انتم شايفين جبنا 15 بطاقة. خلينا نجيب كمان نحرق الباقي نجيب فيها البطاقات هذول وخلاص. ندخل على المتجر نرجع على المتجر نجيب البطاقات. اوكي عمورة. وين المتجر بتاع البتاع؟ يلا خلينا ندخل عليه نجيب البطاقات التايم الحاضنة يا شباب عشان لما الطرق الحاضنة اشتري اقصى شيء اشتري اللي عندنا يلزمونه. يلا يا اصدقائي لهيك صراحة انا ما راح استعمل البطاقات، ما راح استعمل كثير بطاقات يا اصدقائي مثل ما انتم شايفين، ما راح استعملهم كثير لانه هذا السكين ما عجبني ما راح اجيبه صراحة. هذا السكين جبته ب 10 10 بطاقات دايموند، يعني 10 بطاقات الويبن رويال جبتها ب 10 بطاقات جاست 10. وبالنسبه للسكينات هذول يعني عندي اياهم مثل ما انتم شايفين عندي اياهم. اوكي جبت السكينات من قبل راح اخليهم لبعدين. بالنسبه للصناديق الاسلحه الاي كي هذا هو عجبت الاي كي يعني بالفيديو اللي فات فقط اصدقائي، لهيك راح نخبيهم البطاقات الدايم راح نتركهم على جنب ونشوف لما ينزل الحاضنة الجديدة اصدقائي راح نستعملهم. اوكي هاي اولا. شيء ثاني شو نعمل؟ افتح المايك على الشباب. هاي شباب هلو هلا هاي. ولنا اصدقائي مثل ما نستقلكم باول المقطع راح احط لكم بعض من الصور للتسريبات اللي راح تحدث باللعبه الجاي. وصلتني صور من اصدقائي راح اترككم مع التسريبات اصدقائي.
اوكي اصدقائي، هيك بيكون انتهى مقطعنا اليوم، ان شاء الله عجبكم مقطعنا. طبعا اصدقائي بالنسبه للناس اللي سالت عليكم وين هي موجوده البثوث المباشره، موجوده البثوث المباشره اصدقائي على الفيسبوك. بطلب من الجميع يروح يشترك الان بقناه الفيسبوك عشان يصلكم الاشعارات. بنعمل دائما بثوث المسويات بعد الافطار طبعا. ونشوفكم على خير. اتوسوا شباب بليز، خلينا نوصل هذا المقطع شي، خلينا نوصل 5000 لايك. يلا روحوا، نشوفكم على خير. سلامات، تشاو.